من خلال معرفتك بالرئيس الأسد وخلال لقاءاتك معه الأخيرة، لوين رايح الرئيس الأسد بسوريا؟ بالعكس، السؤال هو كيف استطاع الرئيس الأسد أن يحمي سوريا؟ كيف استطاع الرئيس الأسد أن يحافظ على وحدة سوريا؟ شوف، منذ اليوم الأول الذي بدأت فيه الحرب على سوريا طرحت الكثير من مش حلول، هي نحن نعتبرها طرحت الكثير من الخطط. الأساس فيها هو تفتيت سوريا، الأساس فيها هو تقسيم سوريا، الأساس فيها هو تدمير البنية القومية العربية المرتبطة بالقضية الفلسطينية. المطلوب أنه تتفكك هذه المنظومة. اليوم نفس المبادئ اللي خاض على أساسها الجيش العربي السوري بقيادة الرئيس الأسد المعركة بعد، هي مش هو اللي غير، الآخرين. اليوم بالقمة العربية وباللقاء الخماسي اللي عقد قبلها بالأردن وباللقاءات اللي عم تعقد صاروا هني عم بيقولوا ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية. طب ما هذا الأمر منذ اليوم الأول قالكن الرئيس الأسد أنه نحن ما عندنا مشكلة بأي حل سياسي، لكن هناك عناوين عريضة: وحدة الأراضي السورية، محاربة الإرهاب، عدم التدخل بالشأن الداخلي، عدم دعم الميليشيات والقيام بكانتونات أو حكم ذاتي بين قوسين. هذه العوامل ثلاث أو الأربع هن اليوم الدول التي كانت رأس حربة في شن الحرب على سوريا هي بدأت تطالب بها وتدعم الدولة السورية لتنفيذها. إذن نحن منقول كيف استطاع الرئيس الأسد أن يحافظ على وحدة سوريا وأن يحافظ على تماسك سوريا خلال كل هذه السنوات، وكيف استطاع من خلال هذا الصمود أن يجعل الآخرين أن يبدلوا في حساباتهم ويبدأون بالعودة إلى سوريا. هذا الأساس في كل ما يجري اليوم. هل تعود العلاقات العربية السورية إلى، إذا بدك، إلى أوجه؟ حسب الرؤية اللي حالياً عم نشوفها نحن، طبعاً ما حدا بيعلم الغيب، ولكن عم نقرأ سياسة. هناك نوع من السعي فعلاً من قبل هذه الدول لأن تعود العلاقات مع سوريا إلى طبيعتها، وبدأنا نلمس الكثير من إذا بدك الإشارات في هذا السياق، إن كان من ناحية اللقاءات الثنائية، إن كان من ناحية إعادة فتح السفارات، إن كان من ناحية تبادل السفراء بين الكثير من الدول. هذا بحد ذاته يعطي إشارة أنه نحن مقبلون على مرحلة مرتبطة بالأساس فيها الانفتاح على سوريا. اليوم إذا بتروح على الحدود الأردنية بتشوف مئات السيارات التي تحمل اللوحات من دول الخليج وتحديدا من السعودية عم بدهم يجوا زيارة على سوريا. وفي حتى اليوم في بدأنا عم نشاهد بعض السيارات، هي إشارة، عم بعطي هذا المثل، هو إشارة، بدأنا نشاهد بعض السيارات داخل دمشق تحمل لوحات سعودية وبعض الدول الأخرى. هذا دليل على أنه اولا هيدي الشعوب ما في حدا يحاول، شو ما صار بالسياسات ما بيقدر حدا يوجد الشرخ المستمر. تاني مساله انه دليل هناك رضا من قبل هذه الانظمه بهذه الدول على انه فعلا تعود هذه العلاقات ولو تدريجيا. نحن ما عم نقول انه حلت مشكله سوريا بكره. اليوم نحن في سوريا نحن نعرف في ليس فقط العدوان عدوان عسكري، نحن نعرف انه في عدوان اقتصادي. المطلوب في المرحلة القادمة كيف تستطيع هذه الدول أن تلتف على عدوان قيصر لتساعد سوريا في تحسين الواقع الاقتصادي، لأنه كل ما تحسن الواقع الاقتصادي كلما كان هناك استقرار حتى على الصعيد السياسي. وهذا الأمر أعتقد بأنه كمان كان محل نقاش خلال اللقاءات التي عقدت، وسيكون محل نقاش خلال بعض اللقاءات التي ستعقد والزيارات التي سيتم تبادلها مع بعض الدول العربية في المرحلة القادمة. تعتقد أن العرب، هل يجرؤون العرب على كسر قانون قيصر؟ تغيرت الهيمنة الأمريكية من ناحية المراهنة. المسألة مش أنه موضوع فقط موضوع جرأة، المسألة أنه نحن في بعض الدول عم تشوف الأشخاص أو الأدوات أو بعض الأنظمة اللي كانت تعتبر من إذا بدك من الدول المدللة لدى الولايات المتحدة الأمريكية
والأشخاص اللي على رأسهم زيلينسكي كان يعتبر من المدللين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، شو عملت لأمريكا؟ اليوم أمريكا الحرب الروسية الأوكرانية صرنا بشهر 13 و14 و15، شو عملت؟ عم تعطي سلاح، ولكن عم بيشوفوا الدول الأخرى أنه هيدي أمريكا اللي كانوا عم بيراهنوا عليها أنه ممكن تدخل بالمعركة وممكن تصد الهجوم الروسي وممكن تغير الكثير، أصبحت مقيدة ولن تستطيع أن تدخل حرب من أجل أدواتها. شفنا المشاهد بأفغانستان، طلعوا كلابهم بالطيارات وتركوا عملائهم اللي كانوا عم بيساعدوهم وما كانوا يطلعوهم. ما هذه المشاهد وهذه الحقائق في بعض الدول عم بتشوفها، أنه نحن إذا بدنا نراهن على الأمريكي في يوم من الأيام إذا كان هناك معركة مقبلة سيتركنا الأمريكي ولن ينفعنا. لذلك الموضوع هو موضوع للحفاظ على هذه الدول، هي بدأت تغير من سياساتها لأن تبقى وتستمر هذه الدول بعيدا عن أي حرب في المنطقة خلال الفترة القادمة. بدأت هذه الدول هي التي تبدل من سياساتها، مش ما عم بقول لك خلينا فترة تهدئة رح ضلك فترة، بس كمان مش حبا فينا، هني مش اجوا لعنا حبا فينا لأنه ما قدروا حققوا مشروعهم، ولأنه اللي كانوا عم بيراهنوا عليه الأمريكي عم بيشوفوه كيف أصبح كمان هو مقيد في الكثير من الأمور وما بيستطيع أن يفتح حرب شاملة أو حرب مفتوحة في المنطقة.